مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية. دلوقتي معانا فقرة الصحافة، هيكون معانا في الفقرة الكاتب الصحفي عماد الصابر، نائب رئيس تحرير جريدة الكرامة. صباح الخير. صباح الفل. هنبدأ نستعرض الأول أهم الأخبار النهاردة وبعدين نقرأ خبر خبر بالتفصيل. تمام؟ طيب هنبدأ الخبر الأول من المصري اليوم، الصفحة الأولى: مرشحو الرئاسة يعلنون الحرب ضد العليا للانتخابات. الأهرام الصفحة الأولى: مجزرة استاد بورسعيد مدبرة. النائب العام: إحالة 75 متهما بتهمة القتل مع سبق الإصرار إلى الجنايات. جريدة الشروق: حكومة الجنزوري تملك سلطة إخراج عز من ترى. المصري اليوم الصفحة الأولى: أزمة الإخوان تتصاعد بعد تمسك الشباب دعم أبو الفتوح. الأهرام الصفحة الأولى: سلطان إحالة أي مخالفة لشروط دعاية الانتخابات الرئاسية إلى النيابة. المصري اليوم الصفحة الأولى: زعيمة الأقلية في الكونغرس تلقي طنطاوي والكتتني وتعرب عن قلقها تجاه حبس موظفي المنظمات. الشروق الصفحة الأولى: قضية التمويل الأجنبي تهدد جهود مصر لتسلم حسين سالم. المصري اليوم الصفحة الثالثة: صفوة حجازي قتل الأسد فرض عين على كل مسلم ومنفذ العملية في الجنة. نبدأ بالخبر الأول اللي هو مرشحه الرئاسة يعلنون الحرب ضد العليا للانتخابات. ليه بقى؟ هقول لحضرتك حاجة، هناك عوار فيما يحدث في العملية الانتخابية من الأساس. ليه؟ أولا لأن وضع القانون لم يضع أي قانون، هو استعاد القانون الذي وضع في عهد حسني مبارك وكان مفصلا عليه واحتياطيا لابنه إذا مات أثناء الانتخابات ليتم التعامل به بعد ثورة. هذا هبل وعبث. يعني في تعجيزات، ما يحدث الآن مقصود متعمد ممن وضع هذا القانون ومتواطئ معه الذين وافقوا في مجلس الشعب على أن يمر هذا القانون بهذا العوار. كيف يمكن لشعب قام بثورة أن يتعامل بنفس القوانين التي وضعها اللي هو عمل الثورة عشانها أساسا الذين ساروا ضده؟ إزاي؟ المادة 28 دي ألهت اللجنة العليا للانتخابات. الله واحد. حصنتها لماذا؟ حتى عندما نرى التزوير يبدأ من وضع التوكيلات في الشارع. صح. يا سيدتي، في إحدى مناطق شرق القاهرة كان هناك بعض الفقراء يحصلون على إعانة قدرها 100 جنيه منعوا وهددوا إما التوكيل للفريق أو 100 جنيه. ده اللي يحتاج 100 جنيه ده يعني خلاص بياكل من الزبالة. صح. فلازم، فعملوا التوكيلات واللي رفض انضرب. يا انا مصور كل ده قدام عيني، ولو في مساحه كان ممكن ابقى جايب معايا فيديوهات. مش في ضرب الاحمر بس، كل النواب الفلول يساعدون من يرونه صالحا لكي تستمر عمليات افسادهم في الحياه في مصر ونابهم للمال العام. مادة 28 ثم باقي شروط الترشيح. كيف المرشح تم أعلن ترشحه قبل فتح باب الترشيح بثلاثة أيام؟ أن ينتظر إلى يوم 8 مارس ليبدأ التفكير في الدعاية. فعلا وقت قليل جدا، والتوكيلات كمان وقت قليل جدا لجماعة يعني 30 ألف أغلب النجوم يملكون الترشح من خلال الشرط الأول، الحزب بجواب منه أو الحصول على توقيعات الثلاثين نائب. ما شاء الله عندنا نواب كتير قوي، فالخمس ست نفار اللي هم عليهم العين ممكن يحصلوا ده على هذه التفويضات أو التوكيلات من النواب. لكن هناك من يرى أنه إذا لم يأتي بتوكيلات من الشعب من الشارع المصري وهو يملك الشرطين الأساسيين 30 نائب ثم جواب حزبه فلن يترشح مثل النائب حمدين صباح.
الذي أصر أن يكون دخوله العملية عملية السباق الرئاسي عن طريق الناس. بس حضرتك مش شايف ان الوقت قليل جدا لجمع 30,000 توكيل من الشارع المصري؟ هو قليل ليه؟ ده في حاجة أخطر. ايه بقى؟ الحرب التي ستحدث الآن بين المرشحين الرئاسيين ستنتج لنا رئيس مسجل خطر. في النهاية سوف يكون الناتج واحد، هذا الرئيس كما خالف أقرانه أثناء الترشيح سوف يخالف، لأنه كلهم اتفقوا على ألا يتفقوا مع قرارات اللجنة العليا للانتخابات. نقول سيدتنا أو صلى الله عليه وسلم، يعني اللجنة العليا للانتخابات كلهم اتفقوا عن أن يعرضوا. طيب عندنا أزمتين. ايه هما بقى؟ الأزمة الأولى، هل ستستخدم اللجنة العليا للانتخابات أظافرها لمعاقبة المخالفين؟ هذه أزمة. الأزمة الأخرى، لو غمضت تاني، وأعتقد أن ذلك سيحدث، ليس ضعفا منها بس. ولكنها ترى أن أكثر الذين يخالفون هم الذين حصنت من أجله مرشحي الفلول والذين يرضى عنهم المجلس العسكري. هذه الحرب التي يعلنها الآن لشاغل الناس عن عملية وضع دستور. هناك من يضع سيناريوهات متوازنة، يمسك بخيوط اليويو لنفضل ننظر يمينة ويسارا ونفضل حيرين، الشعب يبقى محتار مش عارف ياخد قرار. هذا مقصود ومدبر. كمان اغلب الشعب المصري كان يعني مش عارف ان الوقت قليل جدا وان هو لازم يروح يعمل التوكيلات، يعني لازم الشعب كمان يكون عنده وعي ولازم يبقى عارف وهيروح يرشح مين. في ناس بتبقى رايحه اصلا مش عارفه مين اللي نازلين رئاسه الجمهوريه، يعني لازم الشعب المصري يبقى عنده وعي اكتر ويعني وبسرعه يلحق عشان نشوف يعني رئيس جمهوريه نبقى احنا اللي مختارينه. يعني المشكله مش مشكله يعني العوائق بس اللي عند المرشحين، الشعب كمان لازم هو يفوق. الناخب الآن يشعر بالحيرة. أنا طول اليوم في الشارع أسأل وأتناقش مع الناس. الشعب المصري أصبح لديه وعي. بس كل أنا المصريين بشوف، يتحدثون في صدقني السياسة، صدقني بشوف ناس مش عارفين أصلا مين المرشحين اللي نازلين. دول مش لاقيين ياكلوا أساسا، فمش هيفكروا. الفصيل ده هو قطاع كبير بالمناسبة، لا يجد قوت يومه حتى يستطيع أن يفكر في من يأكل. هو لما هيروح هيتملى هيكتب هم أفكار الناس. ما دي مشكلة برضو تانية، ليجعلوا أيديهم باستمرار ممدودة فتضع فيها ما تجودين به، ثم يقول سمع وطاعة. طيب ناخد بقى الخبر التاني اللي معانا. مجزرة استاد بورسعيد مدبرة والنائب العام إحالة 75 متهما بتهمة القتل مع سبق الإصرار إلى الجنايات. ده طبعا خبر يعني مهم أهم طبعًا. يعني الناس كلها فرحت بالخبر ده. وهذا قول كل خطيب. الجميع في الداخل والخارج، صحف العالم جميعا نشرت ما حدث. كلنا رأينا إلا المسؤولون. كلنا شاهدنا ما حدث إلا النيابة، إلا لجان تقصي الحقائق والمحققين. ظهر الجميع بالوجوه. لم نكن محتاجين لأكثر من 42 يوم لكي نصدر هذا القرار. بس المهم ان هو صدر. مدبرة، هي كلمة مدبرة دي اكتشف نتاج لتحقيق. انا كراجل محقق صحفي حينما اتعامل مع معلومة وصلتني لأحقق فيها ليس بالضرورة ان اكون عالما بالنتيجة. في هذا الموضوع كلنا يعلم بالنتيجة التحقيق. هي مدبرة، لكن من المسؤول؟ أنا عايز أسأل سؤال واحد بس. عفوا، يعني من الذي هدد اللواء رضا سمك بكشفه عندما صرح مش هشيلها لوحدي؟ يعني مش هشيلها لوحده؟ أنا مدير الأمن، أكبر رأس في الشرطة. مين اللي ساب الناس تدخل بالأسلحة المدرجات؟ من مدير الأمن وأنت نازلة كده. ومين والنور اللي اتطفى على الناس والبوابات اللي اتقفلت، يعني مين السبب في ده كله؟ هو دي اسباب مش ممكن كلها تكون تتم في تلت ساعه في 20 دقيقه تخلص كلها مره اكيد واحدة، مدبره فعلا الا اذا كانت منظمه مخططه ومدبره. مين بقى؟ فليسال في هذا اللواء رضا سمك الذي لم يقل ذلك امام النيابه، وان كان قال ذلك ثم تم اغماض العين فهي الكارثه الكبرى.
طيب الخبر الثالث من جريدة الشروق، حكومة الجنزوري تملك سلطة إخراج عز من ترى. من هو الجنزوري وما هي حكومة الجنزوري؟ هذه حكومة مفروضة علينا، مرفوضة شعبيا، مجلس الشعب يعجز حتى الآن عن سحب الثقة منها. ثانيا بقى، قانون حوافز الاستثمار لازم أضيفت إليه مادتين خفية. لماذا؟ الفاعل يا سيدتي واحد في كل ما يحدث في مصر، وصاحب المصلحة واحد. ليس واحد لكنها شخصية اعتبارية، شبكة مصالح. يعني ايه اتصالح مع احمد عز؟ طب انا بعد كده هم قالوا ان هم هيتنازلوا عن كل ثروتهم من للشعب الذي يضمن المصري؟ ان حضرتك هتكشفي لي عن كل ثروتك؟ ها؟ وكل الناس يعلم، الاقتصاديون يعلمون ان هناك ما يسمى باقتصاد الاوف شور، اي الجنه الخضراء ونعيم المال، الذي حتى امريكا في الازمه الماليه العالميه لم تنجح في كشف، ترى حركه الاموال ولا تعلم اين تذهب ومن اين تاتي. طيب مش الظروف احنا هنعرف اموال البهوات اللي تهربت عبر اللابتوب في 18 يوم، وكل يوم بتتحرك، كل ثلاث دقايق بتتحرك في بنك، نعرف نجيبها؟ هذا كذب اكيد. بس الشعب المصري حتى لو رجع مثلا جزء صغير منها هيبقى هو اولى بيه. باعتبار ان انت شعب شحات يعني. لا مش شعب شحات، بس يعني. لا مش ده حق الشعب يعني، فلوس الناس اللي راحت هيرجع على الاقل جزء إذا منها. اذا توفرت الاراده السياسيه في هذا العام، اذا توفر الاخلاص وانتهى الكذب من الحكام، من اكبر راس الى اصغر راس، مصر هي اغنى دوله في العالم. مصر هي اغنى من امريكا، تستطيع اذا صلحت النوايا ان تقرض او تمنح امريكا معونه اقتصاديه. كل علماء الاقتصاد وخبرائها يعلمون هذا، بمن فيهم المفتيين بتوع المجلس العسكري. كلنا عارفين ان طبعا مصر فيها خير كتير، بس يعني مش كلام صدقيني، مش كلام، احنا كلنا عارفين ان فيها خير كتير، بس الاقتصاد دلوقتي في حاله صعبه جدا، ويعني عايزين حق يراد به باطل. احنا بتضحك علينا في ان طن ده طن صخور بيطلع 2 جرام ده، ثم اثبت العمال انهم 21 جرام ده، ثم اثبت الخبراء، وانا شخصيا نشرت هذه الاراء، ان طن الصخور به من الكوارتز والتنتالوم، وهم اغلى معدنين في العالم. مصر تمتلك يا سيدتي من معدن الكوارتز ما يستطيع اناره الكره الارضيه باكملها. واسالي علماء الصخور في هذا. طيب هنسال بس ناخد الخبر ده. اتفضلي. طيب ازمه الاخوان تتصاعد بعد تمسك الشباب بدعم ابو الفتوح. وده معروف من الاول. مش ازمه ولا حاجه. احنا بنعيش في عصر التلفزيون المفتوح. اللي مساحته 85 مليون مخرج و85 مليون مؤلف و85 مليون بطل. جماعة الإخوان أعلنت أن لن ترشح، وأعلن الدكتور عبد المنعم الفتوح أنه ملتزم بقرار مجلس شورى الجماعة، ثم قال الشباب نريد عبد المنعم فرضخ عبد المنعم، ثم الجماعة فصلته وهو أصر، والإخوان هيدعموه، الشباب هيدعموه، إيه الجديد؟ مفيش جديد، هي إعادة إنتاج ما سبق انتاجه اعتمادا على ان المصريون طيبون ينسون. انا مصري لا انسى ولست طيبا، والاخبار كلها مسلسله، ضغطه واحده على الزر في جوجل هتقول لي كل هذا السيناريو في كل ما حدث في مصر منذ 11 فبراير حتى الان. 11 فبراير 2001 2011 اسف. تمام، ناخد الخبر اللي بعده. سلطان احاله اي مخالفه لشروط دعايه الانتخابات الرئاسيه الى النيابه. ده المستشار فؤاد سلطان. ايه بقى؟ والله مش لاقي حاجه غير ان اقول نو كومنت على هذا الخبر. هو لا يستطيع. هو مجرد تهدئه خواطر للناس حتى تشعر لجنه الانتخابات بكينونتها. الدكتور سليم العوام مستمر في حملاته الدعائيه وتحداهم على الهواء. والشيخ صلاح ابو اسماعيل تحداهم على الهواء. القانون يحظر الدعايه الانتخابيه او ممارسه السياسه في المساجد. الشيخ صلاح ابو اسماعيل الذي صمت طوال عهد مبارك برغم تزوير الانتخابات ضده لصالح امان عثمان مرتين، لم ينطق ببنت شافه، اصبح بطلا الان. ويتحدى اللجنه الاولى للانتخابات. كلهم اعتلوا زهر الثوره والثوار. كلهم لعقوا دماء الشهداء بالسنتهم ويدعون البطوله الان. يتحداهم سوف ادعو في المساجد. وبيقول لك ان ازاي الدعوه في المساجد عربده
ازاي يا سيدتي معظم أئمة مساجدنا عينهم أمن الدولة. لما مرشح يرتكن إلى ما يتم فوق المنابر فهو مرشح أمن الدولة. هو مش حرام اصلا يعني المسجد ده معروف يعني هو مخصص لايه؟ كان مش حرام بقى ان انا استغل المسجد دين ودوله. لما كانش عنده نقل الشعب ولا مجلس الشورى ولا شوارع ولا اذاعه ولا تلفزيون. لكنها ضرورات بس الزمن. دلوقتي المسجد يعني في بقى يعني السياسه بنتكلم فيها في مكان تاني غير الجامع. هم دول عايزين مش عارفه يعني الجاهلي يعني ازاي اللي بيحصل. مع احترامي للجميع يعني. طيب الخبر الخامس معانا سلطان لا احنا قلنا ده صح؟ لا زعيمة الأقلية في الكونجرس. زعيمة الأقلية في الكونجرس تلتقي طنطاوي والكتاتني وتعرب عن قلقها تجاه حبس موظفي المنظمات. المفروض يتقبض على الثلاثة. لو نحن في دولة قانون هؤلاء ثلاثة متهمون شاركوا في تركيع مصر ودفن رأس المصريين في الوحل بعد أن خرج 19 مجرما كما زعم. الذين قبضوا عليهم معززون مكرمون إلى الطائرة التي اخترقت المجال الجوي دون إذن ودون تصريح وكان يجب ضربها وهي في الجو وهو قانون دولي يعلمه المجلس العسكري قبل أن يعلمه العام. الأغرب بقى أن أن جماعة الإخوان تبرأت والقضاء تبرأ والمجلس العسكري تبرأ. طلعنا إحنا اللي أكلنا الجبنة في الآخر. بجد والله ما هو حاجة تصعب على الكافر يعني. يقول لك التلاتة والاخت بلوسي جايه تقول ان احنا قلقانين. حبس مين؟ مفتوحهم سافر. قلقان على مين؟ بتضحكوا على مين يعني؟ مش عارف صحيح. يعني احنا شعب ساذج متخلف لهذه الدرجه؟ يعني هم افقرونا امرضونا وخلوا الواحد يخاف يعي عشان ما معهوش فلوس يتعالج. صح. ها؟ ثم بيراهنوا على جهلنا تحت شعار اللي مضى عليه احمد نظيف ان الشعب المصري غير واعي سياسيا او غير ناضج سياسيا. هم الذين متخلفون وكاذبون مفضوحون. الثورة لا تزال مستمرة؟ لا، الثورة لم تبدأ بعد. صح. هم الآن يمهدون للثورة الحقيقية التي سوف تطيح بهم من أماكنهم إلى المشانق في ميدان التحرير. تمام. الخبر السابع معانا قضية التمويل الأجنبي تهدد جهود مصر لتسلم حسين سالم. مش أنا بقول لحضرتك إحنا عندنا سيناريوهات حبكة درامية كل الخيوط متشابكة. اي روائي لو قعد هيكتب روايه عظيمه ياخد بيها نوبل. الخبر اللي قبله متعلق بالخبر اللي بعده. لما 19 امريكي يخرجوا وكله عامل كده وكله بيرمي التهمه على غيره يعمل ايه؟ يحصل اي حد يتنطط عليه الاخر يعني. طيب ناخد اخر خبر معانا بسرعه عشان وقتنا خلص خلاص. صفوت حجازي قتل الاسد هو فرض عين على كل دورة. مسلم اتساع لمجمع الافتاء. أنا ضد الأسد وأرفض ما يفعل. لكن لا يفتي بشر بقتل آخر. صح. في الحرب نفس هذا المفتي قال إن لما اتقتل القذافي هذا حرام وهذا كفر وهذا وهذا وهذا. هو ربنا موجود وإن شاء الله حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. حسبنا الله ونعم الوكيل فعلا في اللي بيحصل فينا كلنا في سوريا وفي مصر في كل. طيب حضرتك نورتنا النهارده. ربنا يخليك وشكرا جزيلا ومسي كل أسرة البرنامج وصباح الفل على كل مصر. والثورة جاية إن شاء الله. إن شاء الله. ميرسي لحضرتك. مشاهدينا خلصت فقرتنا دلوقتي بس دلوقتي هنشوف معانا تقرير ملتقى أكاديميا وبعدين هنرجع نكمل معاكم بقى فقراتنا. ركسايد.